أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا مع حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص مع الأستاذ عمار يوسف، رئيس تجمع صلاح الدين للتنمية والقيادي في متحدون. أهلا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا. تحدثنا في مواضيع كثيرة عن واقع صلاح الدين، منها الواقع الأمني ومنها ملفات أخرى. اليوم اللي نتحدث عن الواقع الخدمي في صلاح الدين. أنت كنت رئيس مجلس محافظة صلاح الدين ولديك باع طويل في هذه المحافظة، ولديك مساهمات، ولديك أفكار كثيرة في هذا الواقع. اليوم الواقع الخدمي في صلاح الدين واقع متردي متراجع، الناس تشعر بالتذمر من هذا الواقع، تشكو من هذا الواقع بشكل مستمر. ماذا عملتم خلال سنوات وجودكم في السلطة، ولماذا تراجع هذا الواقع؟ ما هو السبب؟ نعم، هو يعني حتى ننطي صورة واضحة للمشاهد أنه إحنا حقيقة ما قمنا بشيء يعني معجزة أو شيء كان لا يمكن أن يقوم به أحد، بس إحنا قمنا به. لا، مسألة أبسط من ذلك بكثير. يعني هو فقط أنه يعني ذكرتها في حلقات سابقة أنه إحنا كنا نعمل بفريق يعني رحية الفريق الواحد، وبالتالي يعني كانت هناك مساهمات من كل الأعضاء ومن كل دوائر الدولة ومن الجهات التنفيذية، وكان أكو تعاون حتى ما بين المحافظة والأقضية والنواحي ووحدات إدارية وإلى آخره. وبالتالي اليوم أستطيع أن أقول لك إنه هذا الأمر حقق طفرة حقيقية لمسها المواطن من خلال ما وجد على الساحة. نعم. يعني على سبيل المثال، أنت لربما تقوم في مشاريع معينة، لكن هذه المشاريع لا تظهر على الواقع، لا يشاهدها العيان، وبالتالي هذا الموضوع يعني أنا أعتقد أنه مثل هكذا مشاريع هي اليوم ليس وقتها. يعني اليوم إحنا نحتاج، يعني ضروري جدا أن المواطن نلامس احتياجه الحقيقي، حاجة المواطن الحقيقي. يعني أنا أذكر لك على سبيل المثال، هل تعلم إحنا يعني بهاي الدولة بالميزانية الضخمة للدولة المواطن ما زال حتى الآن يعاني من تيار كهربائي، إيصال تيار كهربائي أو محولة يعني ما موجودة عنده قريبة عليه علي سكنه. لاحظ، هذه أبسط الأمور وأبسط الجوانب اللي كان المفروض أنه إحنا تبي، وغير مكلفة يعني. نعم. مو فد شيء مكلف، لكن إيش قد تحل مشكلة؟ الكهرباء اليوم الحياة، طبعا هي الحياة. نعم، لكن انت اليوم تصور في قرية كاملة ما يصلها، والله شنو لين مثلا ماكو كهرباء او اسلاك كهرباء وسط، هي شنو قيمة الاسلاك كهرباء وشنو المحولات وشنو محطة كهرباء اصلا على ميزان الدولة؟ انا اعتقد هذا الموضوع احنا في وقتنا يعني حقيقة يعني عالجناه علاج كبير مع دائرة الكهرباء، وجلست معهم جلسات كثيرة وحوارات، وحددنا المناطق اللي تحتاج هذا الدعم، وشخصنا الدعم لهذه المناطق في فلان أمر. وبالتالي كان هناك نوع من التوازن نعمل عليه، يعني المنطقة اللي تحتاج كهرباء نخلي تخصيصاتها للكهرباء. نعم. منطقة اللي تحتاج مي نخلي تخصيصاتها للمي. محتاجة طرق نخليها لتخصيصاتها الغالب من عدة يعني للطرق، وهكذا المدرسة اللي ما بيها مدرسة نخليها للجانب التربوي. فكانت هذه يعني بناء على دراسة، ما كانت عشوائية في الموضوع. ما كان هناك اليوم والله يجون فلان شخصية اليوم أثر عليه والله أنا أجي أقول له إيه هاك، ماكو هيك شيء. كان أكو حاجة فعلية، وعندما ترفع إن المشاريع كنا ندرسها، كنا نعالجها، وكنا نخططها. بهذه السنة 2014 نقشت الميزانية، والله أنا أقسموا لي يمين أعضاء مجلس محافظة اللي هم من كتلتي زين، وباقي الكتل الأخرى ذكروا لي قالوا احنا الميزانية اصلا انطوناها في نفس اليوم اللي رادونا نصوت عليها، نفس اليوم، وفعلا تم عليها التصويت في نفس اليوم. تم زين، انتوا ليش صوتوا؟ قالوا اذا ما صوتنا احنا يعني غير يناقشوها. لا، شوفوا المشاعر احنا 5 من 29. نعم. زين، واذا ما صوتنا مثلا؟ قلت لهم لا، هي مو هيك المسألة، هي مسألة امانة، احنا لازم احنا نكون امنين. وبالتالي يا اخي ما كانت مناقشة ولا دراسة ولا ياهو المشروع الافضل ولا جدوى من المشاريع. يعني تصور تعتقد اكو دراساتي ابدا ماكو. وانا استغربت، يعني والله كثير ما استغربت، معقولة ميزانية محافظة بالطريقة هذه تجي ورا ساعتين تصوت عليها؟ زين، هاي
420 مليار. زين ليش ما اعلنتوها بالاعلام تفاصيل هاي الميزانيه؟ شنو مشاريعها؟ شنو مداخلاتها؟ الله يحفظك. نعم. احنا شنو احنا مقدمين شكاوى يا اخي. احنا لحد الان قدمنا شكوى بالبرلمان، البرلمان حال النزاهه، وقدمنا شكوى بالمجلس الوزراء وانحالت الان للنزاهه، وماكو اخي اجراءات. حد الان احنا نتابع هاي الاجراءات ونعتقد انا هسه واحد من الذين نعم. يعتقدون ان الامور راح تسوف بطريقه او ما، وحال حال كثير من الملفات اللي احنا فتحناها. وهذا يا اخي كارثه اذا ما حصل. البرلمان انتم مو رئيس متحدون برئيس البرلمان نفسه. اي قدمنا لجنه، شكلت لجنه، واللجنه قدمت توصياتها الى النزاهه انه هناك خلل وفساد كبير جدا في محافظه العدين، وقدمنا الى مجلس الوزراء وشكل لجنه دوله رئيس الوزراء، وايضا اقر مجلس الوزراء اقر ذلك وحال الاوراق وحدد الخلل بأي مكان، وأضاف على الخلل حتى طلب سحب يد واصدر سحب يد. زين وسحب اليد ما نفذ بحق المحافظ؟ حق المحافظ ولم ينفذ. لماذا لم ينفذ؟ طبعا لم ينفذ في حق محافظ صلاح الدين ولا بغير محافظ نفذ، يعني أبو ديالة محافظ ديالة نفذ عليه سحب اليد، لكن أبو صلاح الدين غير شكل. يعني ليش غير شكل؟ اعتباراته غير شكل. شنو اعتباراته؟ يعني الظاهر عنده واسطة قوية. وين يم رئيس الوزراء؟ يعني يم رئيس الوزراء، يم رئيس البرلمان مثلا؟ يعني ما اعرف والله. يعني اعتقد انه هذا المساله حقيقه اليوم اصبحت في مساله مؤلمه. يعني اليوم احنا اذا كانت الامور بهالشكل تدار، ويعني الشخص اللي يريد ان يصلح الحال ويقوم باصلاح حاله معينه يدفع ثمنها بهالطريقه، فاقرا على البلد السلام. استاذ عمار، ابناء صلاح الدين يشاهدوك الان من خلال شاشه قناة سامراء، ودي يسمعون طروحاتك، ودي يسمعون ويشاهدون بنفس الوقت أفكارك اللي أنت جاي تطرحها لإيجاد حلول. يا أخي هاي مو أفكار، هاي مو أفكار، أفكار مشاريع نفذناها. بنفس الوقت هم أيضا يعني يقولوا لك إحنا نريد نسمع الحقيقة منك، لا ظل تحكي لنا الغاز وكذا وكذا. يعني من تقول مثلا واسطة قوية المحافظ أو ما يحاسب، أو نرفع عليه قضية ما يحاسب، ليش أنت تحاسب وهو ما يحاسب؟ شنو السبب؟ شنو طبيعة هاي الواسطة؟ يعني شنو طبيعة النفوذ؟ هل هو دا يمثل أجندة بالمحافظة مثلا على سبيل المثال؟ يعني أنا حتى أكون دقيق في هذا الموضوع، أنا ذكرت أكثر من مرة أنه إحنا حقيقة ليس المسألة مسألة صراع شخصي، وأنا عندما أتكلم مدى ينعكس على الواقع الخدمي والأمني. باوع لي باوع لي، نعم. مو هذا موضوع حلمهم. أنا مو مثل ما أكو هيك ناس تتساءل، أيضا أكو ناس أخرى تقول لك إحنا ما نريد صراعات، إحنا ما نريد كذا. موجود هيك ناس، موجود هيك ناس. أنا العبرة من كلامي وليس استهداف شخصية المحافظة أو شخصية رئيس مجلس أو شخصية عضو مجلس أو مدير بدائرة معينة. والله ما بنيتي هذا الموضوع بقدر ما بنيتي إنه هناك يكون أصلاح للمسيرة عمل. زين أنا ما أريد أتكلم، ولا أنا يعني كثير ما ظلمت، ولربما يعني ظلمت حتى من المنافسين اللي ظلموني كثير، لكن مع ذلك ما كانت عندي ردة فعل ضدهم ابدا، ويدرون انه مو كل زين. ما يصير استاذ عمار، بس اسمح لي، اسمح لي حقوقي الشخصيه. يعني اذا تعتقد أضغن. هي مو قضيه شخصيه، لا بس هي قضيه تخص مواطن. بس اوضح لك المساله. نعم. انا دا اتكلمك بالحق الشخصي، دا اتكلمك انه انا متنازل فيما يتعلق بالحق الشخصي. نعم. اما الحق العام فانا سويت الاجراءات اللي علي، وانا رافع الان بالمحاكم وبالنزاهه. يعني شنو يعني شنو اللي اسوي انا اكثر من هيك؟ يعني انا ورا ما اقول هذا الخلل واخذ الاوراق واروح لمجلس النواب وتشكل لجان ويصير تصويت وتحال، واروح لمجلس الوزراء وتحال، واروح الى النزاهه، والنزاهه الان دا تحقق بالموضوع. يعني شنو بعد اللي اسوي انا مثلا اكثر من هذا الموضوع؟ يعني هذا هاي الامكانيات اللي انا مسؤول عليها، وهذا ما مكلف انا اقوم به، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا وانا دا اظهر للراي العام ودا اقول وحده اثنين ثلاثه يا راي العام، هذا ترى المساله بهذا الشكل، ودا اقول للقضاه يا قضاه ترى احنا هذا حالنا، يعني لابد ان يكون هناك انصاف في كثير من الامور، واقول للمجلس الوزراء وغيره. فبالتالي احنا دا نطرح. انا ما ساكت اخي ابدا، الحق العام شيء يتعلق بالحق العام اسكت عليه؟ والله ابدا ما اسكت عنه، لو مهما كان، لو عد من ما كان، ولو مهما كان الثمن ماله. بالعكس اخي، انا جاي ادفع ثمن لهذا الامور، انا لحد هذا اليوم ادفع ثمن صراحتي، ثمن مواقفي، ثمن عمل اللي دا اقوم به اني. ولا ليش اني يعني ما دا تمشي الامور حال الاخرين؟ ليش هذا الاستهداف على عمار يوسف؟ شنو هذا الاستهداف؟
شنو القيامة قامت وما قعدت على عمار يوسف، مستبعد من رئاسة مجلس، استبعد من عضوية مجلس، ويستبعد من 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 محافظة بأكملها، ويستبعد من البرلمان، ويعني يعني يعني مسألة كارثية أخي. يعني أنت تصور موضوع يعني البرلمان، هاي الانتخابات اللي موجودة استبعدوك منها، يعني استبعدوني من عندها. ليش استبعدوني؟ عليه مذكرة القاء قبض. يا بزين أنا وحدي 568، واسمعنا المفوضية زين، 568 اسم من وزارة الداخلية زين عبر وجبتين كتابين رسميات الرفع إلى المفوضية. هناك من مجموعة 9000 شوية مرشح، 568 واحد عليه مذكرة القاء قبض. ليش أطلع عاني؟ ليش بس عاني ويطلع يعني يطلع عاني يطلع عاني يطلع رافع يطلع صباح الساعد يطلع؟ ليش خصمك منسق يعني مثلا؟ يا أخي قطعا شنو منسق يعني، هذه ما تحتاج لها يعني ولا حتى واحد يعني ولا يحتاج لها مثل ما يقول روح للقاضي. هي مبينه يعني زين. شو ما وقف من 568 يطلعون اثنين؟ ليش متحدون ما وقفوا لك؟ شو مو ذيك الوقفه يعني المعهوده القويه؟ اي لا هو انا اقول لك فد شيء يعني، حتى موضوع الوقفه او الكذا، هي المساله قلت لك يعني هي تحتاج لها حقيقه معالجه حقيقيه. هي مو مساله انه انا والله اطلع اليوم بالاعلام واسوي هوسه. ما يصير مو عندك كتله وهاي الكتله. لا انت رئيس كتله متحدون في صلاح الدين يعني، وقيادي بارز في في هذه الكتله. صدقني انا ما هو رئيس الكتله رئيس برلمان، يعني المفروض الدنيا تنقلب، الدنيا تنقلب المفروض يعني. رئيس برلمان سلطاته يعني مثلا علاقاته عنده علاقات امكانياته شو يقدر يسوي؟ اللجان الموجوده في البرلمان يفعلها. رئيس برلمان مع اعتزازي وحب عظيم اللي هو رئيس كتلتنا، يعني رئيس برلمان شو يسوي مثلا؟ هو يروح يعني يعني اذا يريد هسه يسوي فد اجراء معين. قاعد اذا ما يقدر يسوي شيء فهمني اخي، علش قاعد قاعد ومسمي نفسه رئيس برلمان ويروح زيارات للامريكا ويجي مدري منين ويحضر مؤتمرات باوروبا ورئيس برلمان وكشخه؟ ليش يعني؟ لا عذرا بس حتى من اقول لك شو يسوي، ليس نعم. انه ما يقدر يسوي بس العفو نعم. اقول لك شو يريد يسوي بعد اكثر من اللي ممكن ان يسويه. شخص يروح يعمل ما خلى جهة ما أراد أن يوصل بها صوت أهله وناسه، لكن لحد هذا اليوم لا يصل هذا الصوت ولا نجد آذان صاغية لهذا الموضوع. ما هو الحل؟ يعني البرلمان ناقش هذا الموضوع وسووا أخي مو كلام إعلام وجعجعات عذرا، ولكن حل عملي سووا. قالوا يا مفوضية، يا مفوضية الانتخابات، يا لجنة قضائية لمفوضية الانتخابات، ترى احنا هاي المادة اللي جاي تطلعون عليها حول مسألة حسن السير وسلوك، احنا هذه فقط للي محكوم بجريمة مخلة بالشرف. نعم. اي واحد متهم هذا ما مشمول، لان التهمة اكو نص قانوني يقول المتهم بريء حتى تثبت الدانت. انتوا جاي تطلعون واحد بريء، شلون تتقون نفسكم ونفسكم؟ شلون تعاقب واحد هو بريء انت تقول عليه بالقانون بريء؟ لكن لا اكو اخي، ما اكو اذان صاغي لهذا الموضوع. قال له روح شرع بكيفك انت. شنو شرع بكيفك؟ هو الجهه المختصه بالتشريع، هو القضاء جهه تنفيذيه لاحكام تشريعيه تصدر من مجلس النواب. زين والمشرع ده يبين لك الماده ونص الماده، انت تيجي تقول له لا انت مو بكيفك انا بكيفي، روح ايش تسوي؟ ليش؟ لانه هو الاخير القاضي ماكو بس الله. المشكله بالقضاء استاذ عمار، بالقضاء يا سيد الكريم. انا لا اقول لا اقول مؤسسه كامله، مو هذا الكلام خطير اخي. عندما اقول مؤسسه القضاء كله مسيس، هذه جريمه كبيره. ليش؟ لان ما يصير انا والله واحد او اثنين موجودين سيئين نعتبر هو قاضي خلل واحد. لا العفو استاذ، او عمار خلل معين بس اسمح لي، او حتى لو خمسه لو عشره يا اخي، احنا عندنا الاف القضاة. يعني ما قاضي واحد دا يحكم في هاي القضية؟ العفو، ما ذنب كل هاي الالاف من القضاة زين حتى اني اجي اقول والله المؤسسة كلها تعبان؟ لا اخي، انا اعتقد انا رجل منصف، ما اتكلم ترى عموم هيجي واتهجم واسوي، ما اتكلم. انا اخصص، وانت قلت المشاهد يريد حقيقة، فانا دا اذكر هاي الحقيقة. اقول اليوم حتى لو اكو 10 20 قاضي هو ما امتهن المهنة حقيقة بشكل سليم، هذا مو معناتها او صار عنده ميول بتوجه معين، هو معناته انه المؤسسه كلها مزيره. بالعكس انا اكرر واقول انه القضاء هو افضل مؤسسه اليوم موجوده، ما زالت لحد هذا اليوم هي افضل مؤسسه موجوده. طيب انا حكيت على كتلته، قلت موقفه وياك كذا، لا انا ذكرت اكو تصريح صدر من الكتله يعني انتقد اقصائك من المجلس وقالوا هذا امر معيب، يعني شلون ما يقولون ترى عيب عليكم هذا مو حلوه الشغله وكذا، فكلمه كلش قويه يعني تعجب. يعني يعني هو احنا الواحد يلزم
عصاية ويقوم يشور بها حتى يقول عليها والله كلام يعني مو كوي. عصاية لا لاحظ أخي أنا يعني هذا الموضوع يعني بغض النظر صارت تصريحات وكذا لربما موقف الجمهور يريد قوة يريد قوة من الناس اللي انتخبهم ووثق بيهم ومشى وراهم ما يريدهم يكونون متساهلين مع الخونة أنت اللي تقول عليهم خونة يريدوك تكون قوي معاهم مثل ما هم دا يتعاملون معاك بحدية وقوة شوف لأن دا يأثرون على مسيرة دا يأثرون على مسيرة أنا أعطي رسالة لكل أهلي وناسي وجمهوري رسالة قوة وليست رسالة ضعف أنا أقول أنا باقي معكم والله لن يمنعني أحد وسوف أبقى ذلك الفارس الذي لا يترجل أبدا وسوف أبقى أصدح بالحق وأتكلم بالحق ولن يثنيني شيء عن ذلك ولكن مع ذلك أنا أكون منصف مع الآخرين ولا أتهجم وليس العبرة هي اليوم أنه أنت تجي تشعل فتنة وتظل أنت ذيك الساعة لا ولكن العبرة أن تصمد وتبقى في الساحة وتطالب بحقك حتى أن تأخذ ذلك الحق أنا رجل يعرفوني طيب. ربعي نفسي طويل فأبدا يعني أنا بإذن الله حقي لا أتركه حق جمهوري أبدا ما أتركه مثل ما أنت باقي مع جمهورك أيضا إحنا نقول لجماهيرنا إحنا باقين معكم نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم كونوا معنا من أجل دموع اليتامى وصيحات النساء الأيامى من أجل نصرة المظلومين تحت سياط الجلادين أدعوكم يا أحفاد صلاح الدين باختيار القوي الأمين انتشر حسين عليوي تسلسل واحد رقم القائمة 259 عودة إليكم مجددا مشاهدين الكرام مع برنامج لقاء خاص ومع الأستاذ عمار يوسف السامرائي رئيس تجمع صلاح الدين للتنمية والقيادة في متحدون مرة أخرى نواصل الحديث عن الخدمات طبعا تحدثنا عن خلافات وملفات سياسية ربما كانت لها تأثير ووقع مباشر على تردي الأوضاع الخدمية في المحافظة تحدثت عن الكهرباء ومعالجات اللي استخدمتها يعني تجاه تحسين الواقع الخدمي للكهرباء والكهرباء شيء حيوي ومهم بالنسبة للمواطن ولكن ما زال المواطن يعاني من الكهرباء يعني أستاذ عمار هذه المعالجات كانت وقتية يعني غير المفروض أن تكون معالجات استراتيجية على مستوى بعيد حتى الناس مثلا من تعيش الواقع تقول والله فعلا هذا المنجز فادنا شلون قبل احنا من نسولف عن الانجليز من نجي نقول والله هذا الجسر سووه الانجليز هذا الجسر البناء سووه العثمانيين وهذا من نبحث عن انجازات دولتنا الحديثه نشوفها قليله خلينا نقول مثلا يعني على سبيل المثال نعم
هو حقيقة هذا الموضوع ما كان خافي علينا، وبالتالي احنا سوينا مشروع استراتيجي لموضوع الكهرباء، وحاولنا ان يكون هناك عقد ما بين حكومة صلاح الدين ومحافظة صلاح الدين وما بين اقليم كردستان، لان وجدنا حقيقة بعد ما قدمنا طلب اعلناه انه احنا محتاجين الى 200 ميجا واط من الكهرباء على الاقل لمحافظة صلاح الدين، وبالتالي بالفعل اجت شركات، وكان اقل الشركات المقدمه عرض هي شركه كار اللي موجوده في اقليم كردستان، وهذا حقيقه عرض كان يعني كلش مناسب، يعني بل حتى اقل من العقود اللي ابرمتها الدوله والحكومه. نعم. مع باقي الدول المجاوره ايضا كان يعني السعر منافس وسعر بسيط 6 سنت للعقد، يعني مناقصه الاستثمار، لا عفوا هو شراء، يعني خلينا نستطيع ان نقول هو شراء لمده 5 سنوات كهرباء، فاشبه بالاستثمار وليس بالمناقصه، بس هو شراء وبيع، يعني احنا اشترينا طاقه كهربائيه صافيه لمحافظه صلاح الدين. نعم. تسود بها، اخذنا موافقات وزاره الكهرباء، وحتى وزاره الكهرباء قالت يعني هذا عقدكم ارخص حتى من العقود اللي احنا مبرميها. على العموم قمنا بهذا المشروع، ولكن ايضا هذا المشروع مات ما بعد الدوره مالتنا، للاسف الشديد تدخلت ايادي، وكانت هذه الايادي تكلموا بها بعضهم بالفضائيات، وتكلموا كلام كثير على هذا المشروع، شنو ما اخذهم وفي على اساس انه هذا بعدم جدوى وعدم كذا، وهناك خلل وهناك الى اخره من هذه الامور. حقيقه استغرب اني، وبل اخص استغرب يعني محافظ صلاح الدين، لان هو كان من الداعمين لهذا المشروع، واحنا جاب المشروع وعرضه بالمجلس، وبالفعل احنا درسناه دراسه مستفيضه، وجدنا انه فعلا مشروع بدراسه جدوى، واني تبنيته بالموافقات، ثم يابا انا اجيب موافقات حتى من بغداد، لان كان يحتاج، لان هاي ال 200 تجي على الربط الوطني مال محافظه صلاح الدين. وبالفعل هذا الموضوع تم، وكملنا كل الموافقات، وبدينا ومدينا الخطوط والى اخره، وصرفنا خطوط كبيره، يعني صرف 43 مليار على المشروع، ما مد خطوط يعني هو محطه تحويل. لكن للاسف الشديد هذا المشروع ايضا تدخلت ايادي، هذه الايادي لم كانت يعني ما كانت رؤيتها هي المصلحه العامه، بل كانت هي شلون تريد تستفيد اكثر. وبعدين قالوا هذا المشروع شلون احنا اذا هذا المشروع صار، ليش هم ما مستفادين استاذ عمر؟ راح يكون هذا المشروع اذا صار راح ياخذ اغلب ميزانيه المحافظه، بالتالي احنا ما راح نسوي مشاريع، واحنا جايين واحنا اعضاء جدد واحنا كذا. يا بالموضوع ليس بهذا المشكله، هي مو مزرعه عضو جديد وعضو قديم ومشروع اليوم صوت عليه انا صوتته وانت، المشكله مشكله مصلحه المواطن. مصلحه المواطن احنا نريدها ان تتحقق ونحل هاي مشكله الكهرباء. اليوم مواطن يقول لك انا ما اريد كل شيء بس حل لي مشكله الكهرباء. هم يجوز يقول لك انه هاي الشركه اللي جتي يعني ما تفاهمنا احنا معاها، ماكو فد نوع من التفاهم التجاري، يعني يريدون يكونون شركاء ايضا حتى تجيهم نسبه، يجيهم شيء مثلا ربما. يعني انا اخرج من موضوع الاتهام، ولكن اقول اني هذا اللي عندي دا اقوله، واترك الحكم للمواطن. يعني ليش ما صار وروجوا، ويدري المواطن انه روج انه هذا المشروع كذا، وانا ما بيدرس الجدول. زين هم مو كانوا شركائك بال قسم منهم؟ طبعا شو ما كانوا شركاء، ما اشركتهم باتخاذ القرار؟ طبعا تصويت مجلس صوتنا عليها، وقلت لك يعني الموضوع اخذ وقت، مو يعني بيوم ويومين انه احنا والله هذا الموضوع جايين دا نقرب دقيقه، لا دراسه، احنا ما كنا مشاريع نجي هيك راسا ونسوي مشاريع تدرس، اذا ما بيها دراسه جدوى ما نقدم عليه ابدا. طيب واحنا هذا الموضوع كان بالنيه وقت استثمار محطات نجيب ديزلات بالمحافظه، وشفناها درسنا دراسه جدوى، واذا مكلف كلفه طائله، بعدين على اساس احنا المحطه نجيبها بصلاح الدين. نعم. وجدنا عندنا مشكله في ايصال الوقود لهذه المحطه مثل محطات سامراء الحراريه. نعم. وبالتالي وجدنا قلنا لا لازم المحطه خلاص تكون حتى تكون ايضا مؤمنه ونحافظ عليها في كردستان، يعني تكون في اقليم، بعدين احنا حرفيين يديرون محطه بهذا الحجم ما عندنا. ايضا عندنا مشكله من سالنا الكهرباء قالوا عندكم ترى مشكله بالحرفيين فما موجود. بعدين جينا درسنا قالوا ترى عندكم مشكلة أخرى اللي هي الأسلاك ما تتحمل لازم نغير الأسلاك. أمور كثيرة يعني أنا أقول لك يا هذه جزئيات بالتفاصيل احنا كلها دارسية وكلها عالجنا كلها تمت معالجتها وبدأ العمل، مش العمل مشى سنة تفاجأ وإذا المشروع يلغى توقف. طبعا ماكو هيك شيء، زين أنت موقع عقد، يعني محافظ موقع عقد وياهم شو تلغي هيك مشروع؟ طبعا ما اعرف اني لربما هو عنده امل انه الكهرباء، يلا هاي الكهرباء خلينا نقول الكهرباء صار لها نعم انا فقط 15 سنه انت 20 سنه سالتني قلت لي يعني ما كان اكو مشروع استراتيجي. نعم. فهذا المشروع الاستراتيجي احنا اشتغلنا عليه. جيد. خلينا نجي على المشاريع الخدميه الاخرى استاذ عمار. نعم. المواطن اليوم
يمشي بالشارع وده يعاني من كثرة الحفار. يعني أبو السيارة كل طسة كل ما يفوت مكان يطس طسة هيك من اللي ما بلط الشوارع وهيك من الحكومة وهيك من الكذا. هذا واقع الحال. المجاري بس تمطر الدنيا شوية الشوارع تفيض. خلنا أتكلم لك على يعني هاي معالجات ال خلنا نقول عفوا المحافظة بها ميزانية وأكو تخصيصات. ليش ما أكو شركة جتي اشتغلت وعالجت هذا الموضوع حتى الناس يقول والله صارت إن مجاري شوارع حلوة على الأقل جزرات وسطية مرتبة؟ لا يعني حتى أكون أنا منصف إنه يعني محافظة صلاح الدين في مستوى يعني تعبيد الطرق أنا أعتقد هي على مستوى المحافظات رقم واحد. لا توجد مثلها محافظة أبدا. يعني صار اهتمام بل بالعكس صارت حتى مبالغة في هذا الموضوع. ربما أكو خلل في التنفيذ في هنا وهناك بعض المناطق بسبب عدم الأمانة. نعم. للأسف وهذه موجودة تحصل، لكن في عموم الحال محافظة صلاح الدين أوصلت بس أكو أحياء أستاذ عمار، أكو أحياء منازل يعني آيلة للسقوط للانهيار. لا أنا أقول لك في محافظة صلاح الدين موضوع يختلف في موضوع تعبيد الطرق وأني متأكد من هذا الموضوع. لكن تقول لي ماكو خلل، هو يبقى الخلل موجود، لأن هذا مو معناته أنه إحنا وصلنا لدرجة الكمال. يعني ما وصلنا لهذه الدرجة. اما موضوع المجاري فالمجاري ايضا احنا بوقتنا سوينا مشاريع استراتيجيه وضخمه جدا جدا ضخمه، مشاريع مجاري طوز والدور والتكريت والشرقاط وبيجي خمسه والعفو بلد والدجيل سبع. نعم. هذه مشاريع استراتيجيه ضخمه جدا، ميزانيتها يعني ميزانيه كبيره جدا يعني، وحل جذري لهذا الموضوع. لكن اكو خلل اشكال ببعض الشركات اللي تجي، طبعا في بعض المناطق في بعض الشركات اللي جاءت تنفذ هذه المشاريع. يعني هذا شغل الجهه التنفيذيه مو شغلنا احنا كجهه تشريع، احنا شرعنا احنا خصصنا. وانتم هم جهه رقابيه ايضا. لا الخلل ده نعالجه يعني موجود، وده نحاول اكثر من مره انه احنا نعالج هذا الخلل. زين. فبالتالي الموضوع يعني في زماننا تدري كان التنفيذ اصلا يعني في بدايتين كان اكثر شيء يعني شلون دراسه نسوي الدراسات والتصاميم والى اخره، يعني التنفيذ صار ما بعد يعني. نعم. خروج يعني. فالان من نشاهد الان اكو عمل، فمن نشاهد حقيقه نجد انه هناك اخفاقات كبيره جدا، فينبغي على المجلس ان ينتبه لهذا الموضوع ويسجل ملاحظته. لكن في الاصل على المحافظه ان يعني تحسم هذا الموضوع وتضع حل كبير جدا، وخاصه وخص بالذكر في هذه المواضيع هي المجاري اللي موجوده في بيجي. انا وجدت وخاصه عبر قناتكم قناه سامراء وجدت انه هناك شكاوى كبيره جدا واعتراضات واشكالات وعرقله للمسير والعمل في منطقه بيجي. المواطنين يقولون ان الشارع ينحفر وينترك يعني. صح. ماكو حل. صح. ماكو حل في بيجي الموضوع. موجود ولم يعالج، وهذا الامر انا ايضا يعني انبه عليه واقول لابد ان توضع معالجه له. فبالتالي اذا المشاريع استراتيجيه موجوده على هذا الحجم، مو فقط بس المجاري او طرقاتك، ومشاريع كبيره جدا يعني احنا قمنا بها في وقتنا. يعني لربما يعني على المستوى الخدمي جينا نعالج اصل المشكله بالجانب الخدمي. شنو اصل المشكله؟ وجدنا انه هناك اشكالات في القرى، وجدنا اشكاليه كبيره انه المشاريع تجي للسهوله فتنفذ وين؟ في مراكز الوحدات الاداريه. نعم. وتهمل المناطق الريفية البعيدة. نعم. البعيدة. هذه جينا أيضا كمشكلة بعد تشخيص الدراسات حاول نعالجها. جينا على الميزانية وجدنا أن هناك 2.5% من تخصيصات الميزانية للقرى والأرياف. وين راحت؟ لا العفو، 2.5% من مجموع عموم الميزانية هي مخصصة للقرى والأرياف، والباقي كلها مشاريع في مراكز المحافظة. نعم. زين. احنا جينا وصلنا هاي النسبة، وضعنا دراسة وصلنا النسبة إلى 37%. لاحظ في القرى والأرياف نشطناها، هذا واحد. اثنين، جينا وجدنا انه ماكو كوادر إدارية في بعض القرى الكبيرة جدا زين تدير العمل او تشرف على العمل اللي يكون، وجدنا مصلحة وهو شنو؟ استحداث النواحي. فجينا ايضا صدرنا قرار من عندنا وشكلنا ما يقارب 16 وحدة إدارية، وهذه الوحدات الإدارية شكلنا بها مجالس، والمجالس جبنا لها درجات وظيفية وتعينت هالمجالس وبدأت تمارس، يفترض تمارس معنا في وقتنا كان لها مهام ولها دورها. نعم.
لكن للأسف اليوم أيضا نجد أن هناك تهميش لا موجودة هي ما يقدر ينبيع قرار، لكن هناك تهميش لهم ماكو دعم. أنا يتصلون بها قسم عندهم حتى نثرية يقول والله يا أستاذ حتى نثرية ما ينطونها، النثرية مالتنا اللي هي مليون دينار بس مع الكاتب وكذا وغيره هذه قطعوها من عندهم. فهذا ليش يعني هذا الإجراءات يعني إحنا معقولة يعني كل شيء يعمر نجي أسان خرب له إحنا نجي نكمل بنانا؟ كلما جاءت أمة لعنت أختها فهذا مو صحيح. يعني احنا لابد ان يكون مسيرتنا وسياستنا عمل حتى لو كنا زين مختلفين عمار في التوجهات السياسية. ما تعتقد هم هذا خلل من قبل ايضا يعني خلي اكون صريح معك طبعا. يعني خلل من ادارتك. نعم كيف؟ يعني انت من تضع مشروع استراتيجي يعني مو معقولة انه انت من تنسحب كل شيء وراك ينهار غير اكو فد اسس انت مخليها فد مرتكزات معينة تبقى وراك تشتغل مثلا. يعني شو تسوي مثلا يعني الرؤية المستقبلية خلينا نقول اذا كانت موجودة انه انا احتاج لهذا المشروع كوادر تبقى حتى لو انا ما موجود تبقى تشتغل. يعني هو شلون الكوادر اللي تبقى؟ هي سياسة هذا الديمقراطية. نعم يجي مجلس انتخاب تجي دورة تخلص الدورة تجي دورة اخرى. يعني شو تسوي له؟ يعني ما ممكن يعني شنو الآلية اللي تسويها؟ والقرار يمتلك غيرك اذا اجى مكانك. وهذا الديمقراطية هاي. وبالتالي هي تبقى سياسة القائد. سياسة القائد هي التي تضفي على المشهد، وبالتالي انت تشوف هناك اكو شخص عنده وعي عنده تفاهم عنده كذا يعمل واكو شخص لا. اما انا اللي اقول احنا لو مهما كانت الخلافات السياسية هذا لربما سياسي معاي انا معاك انت اكو خلاف بينات، لكن على المستوى الخدمي تنعكس هاي الخلافات هذا شيء معيب. طبعا على المستوى الخدمي المفروض المسيرة تكمل ونجي احنا من جينا للمجلس درسنا كل ما موجود في السابق كملناه وطورناه ولا أهملنا شيء أبدا. يعني أبدا ربما الخلل في الآليات أستاذ عمار. يعني أنا من أطور آليات العمل وفق نظم حديثة مثلا وفق معدات إلكترونية متطورة. يعني الأعمال البلدية ما أعتقد في اليابان يا مثلا عبد الملك. في أوروبا ما أعتقد بقت يعني نفس المستوى اللي دا نشتغل بيه. يا أستاذ عبد الملك أنا اليوم دا أتكلم عن منظومة عمل كاملة يا أخي الكريم. يعني أنا والله أريد ألتمس العذر، أريد ألتمس عذر للموجودين، بس ما من المعقول أنه كل شيء يتغير، كل شيء في المحافظة يتغير، الأمن يتغير، الخدمات تتغير، التربية التعليم يتغير. يعني ما معقولة، يعني ما معقولة، يعني هذا كأنما شيء انهار تماما. ليش؟ يعني شنو يعني هم ما يدرسون هذا الوضع أنه ليش هذا الانهيار اللي صار؟ هسه أنا ما أريد أمدح نفسي وأقول أنا وأني، أنا قلت لك أنا اللي قمت به ما كان فد شيء يعني معجزة بحيث بس أنا سويته، لا أي واحد يقدر يسوي. بس يهتم بناسه وشعبه ويحط آليات عمل ويضع آليات عمل ويضع أهداف نعم. حتى لو افترض اليوم أنا اليوم ما عندي خبرة، أنا مسؤول ما عندي خبرة، أستعين باللي عندهم خبرات، أدز عليهم، أسألهم، أتكلم معاهم زين. فأنت هذا الموضوع يعني لابد أن انظر. يعني ما معقولة أنا أجي اليوم ألقى كل شيء منهار بالمحافظة. أي طبعا أخي أتكلم عني يعني ما أقبل هيش محافظة ومتعب عليها، يعني جزء من الناس اللي تعبت على هذا المحافظة حب أتمنى أن المحافظة تكون من أحسن المحافظات. ليش شيء ده يصير بها؟ إن شاء الله بعد ما ينتهي القرار القضائي تجاهك تعود إن شاء الله للمحافظة وتعمل من جديد. والله خي المحافظة مليئة بالاختصاصات، هي مو بس أنا يعني حتى لا يفهم خطأ، يعني أكو من هو أكفأ مني جزء بعشرات أو مئات المرات، بل وأكو ناس كثر مثلي وأمثالي. يعني مو المسألة لربما أكو يعني ناس أقدر من عندي على الإدارة، فيعني هي مو مسألة إنه أنا صاير يعني مضرب أمثال، لا، فالفرصة موجودة والخيري موجودين بس يعطونا الفرصة. بس أنت ربما تكون رقم صعب بالمحافظة. إي ماشي أخي، أنا أنطي فرصة أخي للناس اللي عندها إمكانية نقدم شيء، أنطي فرصة أدعم. أولا المشكلة بهذا خلاص الموضوع. وإحنا نريد نأخذ فرصة فاصل أيضا ونعود. مشاهدين الكرام لا تذهبوا بعيدا، بعد قليل سنلتقيكم.
من أجل دموع اليتامى. وصيحات النساء الأيامى. من أجل نصرة المظلومين تحت سياط الجلادين. أدعوكم يا أحفاد صلاح الدين باختيار القوي الأمين. انتشر حسين عليوي. تسلسل واحد، رقم القائمة 259. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم عبر برنامج لقاء خاص مع الأستاذ عمار يوسف. مرحبا بك أستاذ عمار. أهلا وسهلا. لازلنا نناقش الواقع الخدمي. قبل الفاصل يعني نريد ندخل بعمق في هذا الموضوع. نعم. الواقع الخدمي يشمل مرافق كثيرة بالحياة. نعم. المواطن يحتاج إلى خدمات بلدية، يحتاج إلى خدمات صحية، يحتاج إلى خدمات تعليمية. يعني وإذا تسمح لي، أنا ذكرت هذا الموضوع الجانب. نعم. وخاصة الموضوع البلدية، وقلت لك إحنا من شكلنا الوحدات الإدارية كان هدف من عندها هو أن يكون هناك بلدية لكل قرية من هاي القرى الكبيرة. هاي البلدية مشان أنه هي ترعى هاي الخدمات، النظافة، الغير الكذا. نعم. بعض المشاريع الصغيرة أيضا اللي تنفع هاي المنطقة والطولة. وأنا لذلك أدعو إخواني في الموجودين في دارة المحافظة أن يهتموا في هذا الجانب ويطورون ويدعمون هذه الأقضية والنواحي الجديدة المستحدثة وعطاها أهمية حقيقة حتى تستطيع أن تقوم بمهمها. هذا من جهة. من جهة أخرى إحنا حقيقة الاهتمام التعليم فشيء كلش مهم. أنا أعتقد أنه هذا المجال يعني لا يعلو عليه شيء آخر. موضوع التعليم، لأن أنت اليوم أنا أعتقد أنه لا توجد هناك تنمية اقتصادية إلا وأن تسبقها تنمية بشرية. أكيد نحتاج اليوم تنمية البشرية، ونحتاج تنمية هذه العقول، ونحتاج أن نفهم سر الحياة من أجل أن ننهض بهذا الواقع اللي إحنا نعيش به. فاليوم يعني محافظة صلاح الدين والجانب التربوي بها والتعليم بها حقيقة كانت هناك خطوات إيجابية كبيرة ومشاريع واهتمام في الكوادر التدريسية والدورات، ولا نجد أيضا أن هذه الأمور كلها انتهت بعد الفترة اللي أنا كنت بها، وهذا أيضا سبب خلل وإشكالية كبيرة. ليش يعني احنا اليوم الكادر التدريسي كنا ندخلهم دورات وتعليم وتطوير والى اخره واهتمام، وحسسناهم باهميتهم الحقيقيه بالمجتمع، ليش اليوم هذا الامر ايضا يضرب هكذا ويلغى المشروع كله بالكامل، وكانما هذا المشروع هو مشروع عمار يوسف وليس مشروع محافظ صلاح الدين؟ هذه السياسه وهذه العقليه اللي تدير الامر بهالشكل هذا، هذه عقليه أني عذرا يسمحوا لي أن أقول هذه عقلية مريضة، هذه لا يجوز فيها اليوم أن ننتهج مثل هكذا نهج. أنا أشوف الصح، لذلك يقول لك الحكمة ضالة المؤمن. نعم. أن وجدها فهو أولى بها. فإحنا عندما تلقى شيء صحيح أبقيه، لأن هذا فيه فائدة للآخرين، وأبدي أنمي وأبدي أجد ما هو أنه أفضل من هذا الموضوع. يعني ليس معقول قرار هذا مال اللي تكلمنا عليه في حلقات سابقه مال الارقام السيارات ولا السيارات الغي ايضا، وتعطلت مصالح ناس والى غيره، واصبح لحد هذا اليوم اشكالات كبيره في هذا الموضوع. زين، يعني ما معقوله كل القرارات اللي اتخذناها وكانت تخدم الناس انت تجون اليوم تلغوها بهذا الشكل. هذا يعني بجانب من التعسف حقيقه وعدم الدرايه بمصلحه. طيب بالنسبه لقطاع التعليم، يعني شنو الامور اللي انت قدمتها لقطاع التعليم؟
يعني أنا ذكرت لك أكو أمور كبيرة جدا، يعني جزء من عده يتعلق في الأبنية، وحاولنا أن نطور هذه الأبنية وجوانب الأبنية وفق مواصفات مثلا عالمية على سبيل المثال. لا مواصفات جدا بسيطة، ولكن عالجنا بعض الإشكالات اللي موجودة بها. يعني كانت أكو إشكالات بسيطة معاناتها يعانوها إدارات المدارس، يعني من صبورات على رحلات على هذا كله تعالجت يعني الحمد لله بنسب كبيرة. يعني مختبرات قدرنا نزود بعض المدارس بمختبرات، يعني لابس فيها عدد لابس فيها ساحات الرياضة في بعض المدارس ما كان موجودة، سوينا أيضا يعني فيها. أكو تجارب أستاذ. شوف بالنسبة للمدارس أنا أتكلم لك على الأبنية أيضا، أنه بشيء آخر نتكلم على مثلا جانب التطوير التعليمي مثلا. يعني شو نسوينا بجانب، يعني شو طورنا التعليم. مثلا وسائل التعليم، هاي وسائل التعليم تمين كثير جدا، يعني وجبنا وسائل التعليم ودعمناها وطبعنا عدد كبير جدا ووزعناها لهذه المدارس. هذا ايضا جانب اخر، المدرس نفسه الاستاذ اللي خلال الدورات اللي دورناها يعني العفو يعني اخرجناهم خارج العراق. الشيء الاخر انه كانت الصفوف المنتهيه كنا مهتمين بها كمجلس، وعني كنت اشرف عليها بنفسي وشكل لجان بها في عموم المحافظه نسوي دورات. هذه الدورات تقويه للمواطن، شهر واحد للطالب يصير به دورات مركزة حتى يستطيع أن يحصل إلى معدلات، وهذا كله من رفع مستوى التعليم ونرفع مستوى الحقيقة عند الطالب. إجاكم تغذية راجعة؟ طبعاً تغذية راجعة أخي، ما عملت شيء إلا وبعدين أني أسوي تغذية راجعة وأشوف نسبة النجاح ونسبة التطور موجودة بي. وأنا ذكرت في حلقة أخرى أنه كيف يعني قفزنا من ما بعد الأخير إلى أن مركز 11 بين المحافظات في المستوى التعليمي على المستوى نسبة النجاح. فإذا كان أكو اهتمام حقيقي في هذا. إضافة إلى ذلك الجانب المعنوي، أنه أنت تزور المدارس، زرنا المدارس قعدنا وياهم، لقاءاتنا وياهم، حواراتنا وياهم، التأكيد على التربية بإصدار كتب شكر إحنا أنا زودت بالآلاف كتب شكر للكوادر التدريسية. هذه جوانب معنوية ونفسية تنطي في شيء. كرمنا الأساتذة سوينا حتى المتقاعدين من عندهم، سوينا كبار السن جمعناهم سوينا لهم حفلات كبيرة جدا وانطيناهم. وأنا أتذكر يعني كانوا أساتذة يدرسوني فقدرا هكذا من ضمن الأسماء وإذا هم موجودين فأنا داوزع وأشوفهم، يعني إيش قد أنا فرحتهم وإيش قد فرحوا إنه واحد من أبنائهم أو طلبتهم يشوفوا اليوم في مكان يعني هو ناجح. فالمسألة إذا المسألة أيضا الجانب الروحي والنفسي مهم جدا. هذه كلها كانت في الاعتبار حتى نهيئ الجو الملائم للأستاذ. إذا المسألة لا تحل بالتمني، لابد أن يكون هناك جهد مبذول حقيقي من أجل أن نحقق نجاح. زين وزير التربية يعني شنو موقفه؟ أنا ما يعني لربما عندهم إجراءات أخرى هم يضيفوها يتكلمون هم عنها، أنا ما أعرف يعني ولا يسمى من دوري. يعني ما كان مشجع لهذه حقيقة للأمانة، وما عارض في شيء، يعني ما عارضنا بالإجراءات اللي احنا نقومون. بعدين ليش عارض؟ هو المحافظة احنا مسؤولين عنها يعني من حيث العمل الإداري، وبالتالي العمل التكاملي يعني إيه؟ لا العمل تكاملي، ما أكون مشكلة بالموضوع. يعني ما صدرت في معارضة حقيقية، بس وحده يعني كان فيها مظلمه كبيره جدا في وقتها يعني، واحنا حقيقه دانيناها هم كانت تتعلق بها يعني بعض الاساتذه الموظفين يعني كانوا يريد يستخدموهم فما قدروا يستخدموهم. فللاسف رفع التقارير انه هذولا والله وداهم اسال عمار سفرات برا. إذن واحنا ودينا آلاف، ليش عد بس مثلا 400 واحد مثلاً؟ يعني هذول كنت انت كاسب ولائهم على اساس انه انا كاسب ولائهم ولي وكذا ولا لا؟ ليش على اساس يعني حقيقة مو انه انت كنت كاسب ولائهم؟ لا وانا كاسب ولاء كل الناس اللي تعاملت وياهم وعملت وياهم. هو هذا اخي هاي الحياة، انا اليوم اقدم لك خدمة. يا استاذ عمار مو قلت لك خصومك السياسيين هم يتحسسون يضوجون؟ يا ما انت خلي لهم شويه يعني مجال يفوتون. يعني ما ملزم اخي بالاخر بقدر ما ملزم بالدور اللي اقوم به. انا ما جاي اعطيه بخواطر منافسين الي او خصوم دا يريدون من عندي ان يزرعون فت خصومه معينه. هي المساله مو بهذا الشكل بقدر ما هي امانه احنا لازم نوصلها بشكل الحقيقي. يعني انت تقصد انه انت تسعى لتطوير واقع التعليم، يعني مو بقصد كسب الولاء أو غير ذلك، المهم أنت سعيت بخطوات لتطوير هذا الواقع حتى تصل به إلى مرحلة من خلال الوسائل وغير ذلك. يا أخي هم آلاف اللي احنا دعمناهم بل آلاف يعني دعمناهم، هم يسمعون صوتي الآن إن شاء الله أغلبهم يسمعون صوتي. أنا أقول لهم هل يوم من الأيام أحد من طرفي أو مني أو كذا إجى ساوم واحد أو إجى تكلم واحد أو قال الواحد تعال أنت
خلي دعمك وولائك لي. احنا نعتبر هذا موضوع من المعيب. انا مشرف على مؤسسة، واحدة من المؤسسات اللي انا مشرف عليها مؤسسة مجتمع مدني، هي مؤسسة التربية والتعليم. صدقني الحفل اللي سويناه حضر 10,000 تدريسي، 10,000 موجود بالملعب، واي واحد يقدر يشاهد عبر اليوتيوب، موجود حفل تربية. الحضور كان يعني 10,000 من الكادر التدريسي حصرا، مو موظفين بل اللي يدرسون يقومون بالتدريس. كان اختياري الحضور يعني لو الزامي؟ لا بالعكس، لا لا ليش الزامي؟ مؤسسة المستمعين ما عندنا صلاحية عليهم. كان يوم عطلة اصلا، نعم يوم سبت اعلنا يوم عطلة. زين فما له علاقة، بالعكس احنا كانت عندنا اهداف ندعمها. كان مشروع محو الأمية اللي موجود في محافظة عدن الان تبنيته في كل المحافظة. هل تعلم جيد عدد المستفيدين من عندك؟ 53,000 متعلم. هذا راعناه وقفنا عليه. وهي مو مسألة انت كل ما تقدم خدمة والله هذه راد من عندك كسب ولا لا، مو هو انت خلاص ما يخالف يعني. اذا كانت هاي المقاييس يا با جيد، علوا كل المسؤولين يروح يقدمون شيء للناس حتى الناس تنتخبهم. جيد هذا تحسين حاصل جيد يعني. يعني استاذ حتى مشاريعك التعليمية هاي اللي تحدثت عنها الان انتهت يعني؟ ولا وحده منها موجوده ولا مشروع. زين مؤسستك؟ انا مسؤول عن هذا يسمعون. مؤسستك وينها؟ حتى التربيه موجوده، المؤسسه موجوده. ايه؟ موجوده المؤسسه. نعمل احنا، ولكن تدري انت العمل بظرف امني مثل هسه يعني الموجود صعب جدا. نعم. يعني مو بالسهل، لكن موجود اكو بها ندوات دا نشتغل. وبعدين خلي في بالك هم يعني اكو مشكله، ربما يعني النفس اليوم والتعاون وياك مو مثل قبل. زين ايضا فهذه يعني مشكله يثير حفيظه اصحاب من قبل القرار. منه النفس يعني اصحاب القرار يعني المسؤوليه. نعم. فاليوم لربما ايضا يمتعظون، فمنتج دا تسوي ندوه من اجل راس النفس. فاحنا نتمنى ان شاء الله ورا الانتخابات تخلص حتى ذيك الساعه الامور زين. وزير التربيه ليش ما في زعلك يعني؟ هاي من مريت بظروف ويشوفك انت تعالج واقع تعليم، ليش ما في زعلك وزير يعني؟ شوف زعلي مثلا يعني روح يتوسط لك عند الواسطات اللي يعرفهم مثلا. ما انا احتاج واسطه، ما محتاج واسطه. حسب علمه هو متوسط الشخصيه ومرجعها، هم كانت مبعديها من الانتخابات. ايه خلاص. اي طبعا يتوسط لها لان هو عنده التزامات وياني، يعني ما عندي اي التزامات معه. هو المشكله اذا الموضوع سياسي يعني، خلاف سياسي؟ قطعا الخلافات سياسيه، ولا يوجد فيها واحد بالالف قضائي. نعم. ابدا قطعا سياسيه. اي فالمشكله يعني احنا اليوم علينا انه احنا نتجاوز حقيقه هاي الصعوبات اللي موجوده. والجانب الخدمي يعني ذكرت لك في سلسله كبيره من يعني هوايه مثلا جانب على مستوى الرياضه. يعني القطاع الرياضي، القطاع الرياضي يعني كان ماكو اهتمام بالناس. يعني تصور انت شباب يريد يقولهم ساحه يلعبون بها، مع احنا زرعنا المحافظه مليناها ملي ملاعب خماسيه ويدرون يشهدون. يلا خلي يقيسون بس سنتين مضت ايش قد ملاعب خماسيه. نعم. وايش قد هسه الان تاسست ملاعب خماسيه؟ ولا حتى بالمئات قبل، بالمئات اللي تاسسن. بس ما شفنا صلاح الدين تنافس بالانديه الدرجه الاولى مثلا. لا 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 خطا، هذا المحافظه الوحيده صلاح الدين بها ثلاث انديه تلعب بالدرجه الممتازه. هي طبعا بالنخبه اللي هي سامره وصلاح الدين. نعم. وشرقاط وما زالت طبعا. نعم. يعني تنزل تصعد وترتجي، لكن هذا فد نقله يعني، هذا فد اهتمام، هذا فد شيء يعني. زين للمحافظه يعني يوم بيت ثلاث انديه محافظه يعني مثل صلاح الدين ثلاث انديه تلعب بالدرجه الاولى والدرجه النخبه. نعم. يعني هذا فد شيء يعني، انا اعتبره شيء ايجابي. وهذا كله هو دراسه حقيقه والبعد، وهاي الملاعب راح تجي ثمارها للبعد وراح تشوف. وعندنا الواعي من صلاح الدين اليوم هم يلعبون بالخط الاول بالانديه المتقدمه. اي فكل هذه هو هذا الدعم اللي نقول احنا اليوم علينا نشارك الاخرين همومهم، نشوف شنو اللي يحتاجوا، نجي احنا نوظف لهم هذه من خلال امكانياتهم. وهاي حقوقهم، حقوقهم علينا انه احنا نقوم بهذا الجانب. وكذلك اكو جوانب اخرى كثيره ايضا لم نتطرق لها. زين استاذ عمار، يعني خلينا نقول انه هاي المشاريع مالتك توقفت بسبب الصراع السياسي او الخصوم الموجودين على الساحه. نعم. يعني هاي الدوله العراقيه الكبيره يعني الكتله مالتك ما شاء الله اكو بها وزراء، اكو بها مسؤولين، اكو بها قاده. الناس اللي انت يعني سويت لهم فضل من حتى من الضباط، من العسكريين، حتى من المسؤولين الموجودين، يعني ما يقدرون يحلون هاي القضية مثلا؟ يعني ينطوك حقك على الأقل يعني في هذا الجهد الكبير؟ يعني إذا كانت على مسألة الحقوق، أنا مستعد أتنازل عن كل حقوقي من أجل أهلي وناسي. أنا أتمنى أن تصل الحقوق إلى الناس.
احنا ما يخالف بس انت سبب. اليوم اليوم واحد من 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 ملايين اليوم يعانون. الناس اللي ثارت قبل اشهر وما زالت لحد الان تعاني ووصلت الى درجه الياس من ان يستجاب لها ولمطالبها. يعني انا واحد من كل هاي الالاف اللي صار لهم مرابطين حتى في الساحات لكذا كذا راح يصير لهم سنه ونص وهم بالساحات يعني واقفين ويعانون الحر والبرد واشكال وصنوف. يعني يعني والله انا استحي ان اطالب بحقي على حساب هذه المجموعه من الالاف اللي هو حقك حقهم. يعني انت هاي العمل هاي المؤسسات هي لهم هذه بالنتيجه الواقع المحافظه. ما زلنا لحد هذه اللحظه لم نيأس ونتمنى ان شاء الله من الشركاء ان يرجعون وان يرجعون الى وعيهم الحقيقي وان يتركون سياسه الاقصاء والتهميش ويعملون بروحيه الفريق الواحد والمشاركه. وهذا البلد لا يعمر ابدا ولا يصلح هذا البلد الا بعد ان تتوحد جهودنا وان نعمل كلنا بنفس واحد وهدف واحد هو اصلاح هذا البلد. اما اذا ظل واحد يتربص زلات الاخر واحد يتربص اخطاء الاخر ويبدي يفضح بي، انا اعتقد هذه المساله راح نعاني منها كثير والبلد هو الضحيه حقيقه. طيب استاذ عمار، يعني انت المشاريع تحدثت عنها حقيقه قد تكون غير مرتبطه بالسلطه، يعني ليس من الضروره انه عندما تكون انت موجود بالسلطه مثلا على راس المحافظه صح. تكون انه هي ساريه المفعول او ماشي، ومن تطلع من السلطه يعني ما فكرت بطريقه لديمومه هذه المشاريع؟ شلون؟ طبعا اكيد فكرت، ولذلك انا انشات مؤسسات مجتمع مدني حتى لا تكون مرتبطه بالحكومه بتواجدي بالحكومه. يعني اليوم انا بالحكومه اعمل ما بالحكومه بطل، لا انا مشروعي كبير ومشروعي وهدفي والرؤيه مالتي واضحه تماما عندي يعني ولا يوجد فيها غبش، وبالتالي يعني ماشي في سياقات عملي. وانشئت مؤسسات، مجلس شباب، مجلس تربيه، مجلس نساء، مجلس قرى ورياف، كل هذه مؤسسات مدنيه اسسناها والى نشاطها اليوم ولا زالت لحد هذا اللحظه والى نشاطها وقوتها بالمجتمع، يعني مو هيك. طيب هاي اكيد لك يعني خلينا نقول لها اهدافها، لها خططها، لها رؤيتها المستقبليه. طبعًا. ممكن نخصص لها حلقه متكامله حول هذا الموضوع، ممكن نشوف انه شنو التجارب اللي انت يعني قد تكون تجارب عالميه اخرى استندت عليها حتى تحدد ملامح هذه المؤسسات ان شاء الله. حلقتنا انتهت لهذا اليوم، على امل ان نلتقيك في حلقات مقبله. اشكرك شكرا جزيلا استاذ عمار يوسف. اهلا وسهلا. وانتم مشاهدين الكرام اتقدم بالشكر الجزيل لكم مني ومن كادر البرنامج، على امل ان التقيكم في حلقه مقبله من برنامج لقاء خاص مع الاستاذ عمار يوسف. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم.